في سؤال لفئة يعني كبيرة جدا موجودة بينا وصراحة صعبين عليا، الأمهات الجداد النيو ماميز اللي لسه مخلفين ما شاء الله بيبي صغير، وبالتالي مش عارفة تنام وبتنام نوم متقطع ونهار على ليل، ده إذا نامت. عاوزين شوية نصايح من حضرتك للأم اللي لسه مخلفة، تعمل إيه عشان تقلل خسائرها الصحية شوية؟ أولا ده ربنا بيبتدي يحضرها للقصة دي، أوكي، بدء المعاناة. بتبقى بيديها قدره لتحمل قله النوم في الفتره دي، لو جت بعد كده ما تنامش يبقى فيها مشكله. البيبي اول ما بيتولد بينام تقريبا 20 ساعه من ال 24 ساعه، اول ما بيتولد وهو لسه في اول الشهور. تحاول بقدر الامكان تنام، تظبط نومها على ميعاد البيبي. الفترات اللي البيبي بياخد فيها النابس، لان هو بعد كده بيبتدي النوم يقل، بيبتدي مثلا يبقى فيه 5 ساعات ورا بعض وبقيه اليوم كل ساعتين بينام كدا. شويه، اللي بيصحى يرضع او كده، هي في الفترة الطويلة بتاعت نومه دي تحاول تنام، مش تقوم بقى هعمل وهعمل، لا مش وقت. وراها حاجات في البيت كنا بنتعلم الأدب، يخش ينام وننام. البيبي ينام تخش تنام. ووقت ما يصحى بقى الساعتين قومي اعملي الحاجات دي، وهي هتلاقيها بقى الأم من التعب، مش احنا كلنا بناخد وقت على ما نخش في النوم، يعني طبيعي ان اخش سرير اقعد لي بتاع ربع ساعة نص ساعة على ما اعرف اخش، ده على فكرة طبيعي. خلاص مش هخش احط راسي. هتلاقي الام مثلا لسه مخلفه بيبي، اول ما البيبي نام سكت، لا راحت نايمه وهي قاعده. تمام. سبحان الله. فما فيش مشكله انها تعمل كده. طبعا لو تستعين بحد يساعدها، مامتها مره، جده الولد مره، وخال اخت الزوج شويه مره يشيل، وهكذا، بحيث شويه مساعده. ده لازم.